الوضع الكارثي لمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر ثلاثة أجج غضب الطلبة وأخرجهم عن صمتهم، حيث أقدموا اليوم على غلق المعهد لمطالبة المسؤولين بالتدخل. والله غرنا نعانيو، أنا جاي من إليزي 2000 كيلو جاي باش نقرا هنايا، بصح جيت لو طاحنا اسمحي لي واش نقول لك، والله غير ميزيريا كحلار النافيه، كون على بالي كيما كريحت في الدار خليها. طالب معهد التربية البدنية يقوم والله يدرس في الجانب التطبيقي، هناك سوء تنظيف وسوء لا إدارة والوسائل. مهم، ليس لنا من المعهد إلا كلمة المعهد. المحتجون أمهلوا مسؤولي المعهد إلى ما بعد العطلة قبل التصعيد من حركتهم الاحتجاجية التي ستصل وحسب الطلبة إلى مقاطعة امتحانات الفصل الأول، خصوصا بعد تهديدهم من طرف المسؤولين بمتابعتهم قضائيا. إذا كان أنا نحكي على المشاكل تاعي وغايضني الحال على الطالب وككل احنا طلبة ويجي يقول لك نفوتكم العدالة، هل هذا التهديد يتكلم به مدير المعهد؟ الطالب هو الضحية، مش مستفيد، لا الأستاذ والإداري، الطالب هو الضحية. هذا وقد حاولنا الاتصال بمسؤولي المعهد للرد على احتجاج الطلبة، غير أنهم رفضوا الإدراء بأي تصريح، فيما أسرت لنا مصادر من داخل المعهد بأن الاحتجاج هدفه حسابات شخصية لإنهاء مهام المدير.